الرومانسية اختفت من البلد، ماتت، ما بقاش فيها أي رومانسية في الحياة. الرومانسية راحت في داهية خالص، راحت مع اللي راح. الرومانسية موجودة، ما فيش رومانسية، كل أسبوع بيضحك على البنات. البنت عادي تكلم واحد واثنين وثلاثة، ما بقاش يما. الأسبوع بقى عبارة عن 24 ساعة، فما بقاش في وقت للرومانسية. الناس ما بقتش عندها وقت أصلا تفكر في الحاجات دي، سبيشلي الرجالة أكتر يعني من الستات. مهند ده ما يعني برضه حتى كيس مش موجودة، يعني خيال علمي زي سوبرمان، حاجات كده مش موجودة في حياتنا دلوقتي.